اليوم 21 سين عيد الام دخلنا في الحس الاكثر والجن معلش هلا بتشوفنا على تي في هابي ماذرز داي مرسي لزوقة كورالينو بدك تقلها شي لمام بدنا نحكي معها كلمتين عليه بدي صبح بالخير اكيد مديرة ومؤسسة جوقة كورالينو ريتا الزغبي اول شي نعاد عليك لمناسبة عيد الام ويخلي لك نادي ما هيك خبرينا شوي عن هالجوقة الحلوة كتير لانه بعد رح نسمع من اغانيهم اليوم لهالمناسبة الخاصة امتى تأسست وشو صار؟ تأسست بال 2002 بالغلط طلب مني اعمل ان جوقه ولاد لنوال وبلشنا جمعت ولاد وبلشت وطلب مني اعمل عرس وبعدين ما لقيت حالي الا فت بالقصه وصار في كورالينو بعدين اوكي كيف وين موجودين؟ كيف الناس بتلاقيكم؟ كيف بيتمرنوا هالشبيبه؟ اوكي نحن نتمرن بلوكال بجديده والولاد بيجوا من كذا منطقة كذا مدرسة دونك نحن مش مدرسة ولا رعية ولا جمعية فنحن بيجوا كل ولد من مدرسة كل واحد بيخبر الثاني القرايب بيخبر أصحابه وهيك شيء بيتجمعوا صار في هلا 35 ولد عندك هون وما في يعني مشكلة عندك لأنه في أعمار صغيرة في أعمار كبيرة في ناس يمكن عندها خبرة صار أكثر من أكيد. ناس كيف التنس لأنه اللي صار عنده خبرة من الكبار بيساعدني مع الصغار لأنه بعد شوي بفلوا الكبار يعني بعمر معين بدهم يفلوا جوقة أطفال هي لأي عمر عن أكثر شيء؟ لل 14 هو اصغر شيء عندنا كثير صغيره 5 سنين وابني 5 سنين ونص وهي 6 سنين هو اصغر شيء طيب بدي منكم 1 2 3 بس قول 1 2 3 تقولوا بون فيت ماما ايه كلكم سوا بصوت واحد 1 2 3 بون فيت ماما كثير كبيرة من القلب، اليوم أكيد موجودين معنا لحتى نغني لمناسبة عيد الأم بس بعرف إنه كمان بغنوا يعني أشياء ثانية ومرنين على عدد ثاني من الأغاني أكيد يعني كيف عم تتنقى هالأغاني؟ أغاني حسب شو المناسبة اللي عم نغني كرمال نوال بنغني لنوال وكنا معكم بنرجع بنحضر للماما عادة وبنحضر كونسير لجوان عادة بيكون بوليفوني يعني على صوتين أو 3 أصوات اوكي هذا نسمع بدنا ناخذ منه تفاصيل اكثر نشوف كيف بصير التحضير له بس انتم كمان محضرين لليوم اغاني شو ما نسمع ثاني غنية كرمالك يا ماما يا لا كرمالي يا ماما يا ماما تفضل
كرمالي ضحيتي يا لكتيري ما نمتي كرمالي ابتسمتي لما كان لازم تبكي كرمالي غنيتي تصوتك واسيني كرمالي شعملتي اشياء كتيري يا امي ليلي جاي غني غنيلك من كل قلبي حديثنا بيتمرنوا يوميا قديش وقت؟ بنتمرن كل جمعة ساعة وقت يكون عندنا ايفينمون بيطلع معنا هيك؟ لا بس لما يكون في ايفينمون ومنزيد شوي ساعة نص ساعة من هون ونص ساعة من هون ايه لأنه ساعة منا هينة حتى تنحفظ الغنية خصوصا إذا غنية جديدة وعم نسمع كلمات جديدة هول لمين الأغاني والكلمات؟ لا كورالينا يعني أنا كاتبة أنا ملحنة وهني عم بيغنوا يعني نحن عم نحضر لسيدي كله للأم بس ما خلصنا السنة يعني وفي أغاني تانية أنت بتلحنيها وبتكتبيها لكل المناسبات أصلاً صار عندنا سيدي بالسوق بس مش للأم للأولاد أوكي فيه 12 غنية للأطفال هني مغنيين يعني الفوجة اللي كان قبلهم كلماتي وألحاني طيب بدي احكي مع كم حدا منكم على السريع قد ما وقتنا بيسمح نادي انت المشاغب رح نبلش من عندك اول شيء شو بدك تقول اليوم؟ قد ايه لك عم بتغني معهم؟ لك زمان عم بتغني؟ ايه كثير 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 زمان شو اكثر غنيه بتحبها؟ شو؟ عجل عجل فكر بالموضوع حتى تقلي بعدين قد ايه لك مع الكورال؟ 3 سنين وانت شو اسمك؟ جانا قد ايه لك مع الكورال؟ شي 4 و5 سنين هالقد؟ اوكي عندنا ناس هالقد ايه فيهم بيبقوا 7 سنين 8 سنين بال هيدا خلينا ناخذ ثاني مايك يلا على السريع تكرم عينكم اي غنيه؟ بعد عندنا غنيه ما هيك بتغنوا لنا اياها؟ كسرت الدنيا انا، انت شو اسمك؟ بتقولي لي شو اسمك؟ ليش؟ انت شو اسمك؟ جاسانتا جاسانتا وهي شو اسمها؟ ديا شفتي كيف فيني اعرف؟ الى زمان كمان معكم؟ لا هي كثير جديدة جديد عن بس هي لما بتجي مع خيتها كانت تجي قبل ما تكون معنا ايه بس هي اصغر حدا موجود معنا شو على بالك تقولي اليوم انت معنا؟ بتشجعي الاولاد يجوا يغنوا هيك حلو مبسوطين بالكورال؟ ايه ومرة بالجمعة مش كتير ما هيك؟ ما عم تدرسوا بس ما عم نضيع وقت موجودين كل الوقت ماما عم تحضرنا هلا ايه شو بقى تقول عم نضيع وقت ولا كيف؟ لا عم ندرس بهالوقت ايه انت مين؟ روي روي اهلا وسهلا فيك روي نحن وقتنا ما بيسمح كتير انه نحكي مع الكل بدي ارجع ارد لكم الميكرويات لانه بعد عندنا غنية كمان بدنا نسمعها
الغنية رح بتكون الغنية الختامية معنا اليوم، عشان هيك أنا بأتشكرك بهالأكل. مرسي لأنكم جيتوا معنا، وإن شاء الله كمان عقبال كل سنة ماما، وبدعاية كل أماتكم يلي اليوم سمحوا لكم تكونوا موجودين معنا بخلال هالنهار بعالم الصباح. مرسي لكم، تفضل. Je veux chanter.